طيب خلينا نسأل السؤال بقى الأساسي المطعم. أنت يعني صاحب شركة تخصصت في يعني تسفير المسيحيين للقدس. بالظبط كده. سؤالي بقى هيبقى ما بتتوقفش أحيانا عند البعض، أحيانا بيجد هذا التناقض ما بين، طبعا أنت المسألة عندك هي بيزنس. أنا من أكبر الشركات اللي بطلع سياحة دينية إسلامية. هي عملية. فأنا بالنسبة لي ده شغلي. عملية تجارية. طبعا شغلي. ما بتتوقفش عند فكرة التناقض أو التنازع ما بين إنك تكسب لكن في ثوابت وطنية. إيه الثوابت الوطنية؟ إحنا ما بنتعاملش مع أي يهود، ما بنطبعش معاهم. إحنا الإيجنت بتاعنا فلسطيني، الراجل الوكيل اللي إحنا بنشتغل هناك لينا وكيل، الوكيل بتاعنا فلسطيني، إقامتنا في بيت لحم، كل تعاملنا مع فلسطينيين. ايه التطبيع مع فين التطبيع اللي مع اليهود؟ احنا يكاد ما بنشوفش يهود. الحصول على تأشيرة هو تطبيع. احنا ما بناخدش تأشيرة. احنا بناخد هتعدي على جندي اسرائيلي هو تطبيع. كمان فوق كل ذلك يعني مش ممكن هتكون ما فيش اي تعامل مع اي اسرائيلي. يا فندم هناك. يا فندم رئيس السلطة الفلسطينية، رئيس السلطة الفلسطينية نفسه السيد ابو مازن، رئيس ابو مازن، هو قال كده كلمه مشهوره جدا، مش معنى انك بتزور السجين يبقى انك بتطبع مع السجان. مش ممكن طبعا هذا الوضع. احنا ده كله هذا، احنا على فكره في وفد من شركتنا، وفد من شركتنا طالع في مقابله مع السيد رئيس ابو مازن في رام الله اتحددت علشان يرحب بالناس، وهو مشتاق. طيب بس جدا الكنيسه ضد ذلك. الكنيسة ضد سفر على فكرة، وأصدرت بيانا مؤخرا اليوم. إحنا على دماغنا، على دماغنا، على رأسنا، وأعلن جددت موقفها في رفض سفر المسيحيين للقدس. على فكرة إحنا على 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 دماغنا قرارات الكنيسة وقداسة البابا، لكن إحنا على فكرة إحنا بنروحش بدون موافقة كنسية. إحنا عندنا موافقة كنسية بس مش كله الكنيسة الأرثوذكسية. يعني ما في كنيسة يعني بروتستانتية. لا أنا بكلمك عن كنسية. إزاي بناخد موافقة كنسية؟ من كنيسة ايه؟ من كنائس البروتستانتية وكنيسة الكاثوليكية. مش الارثوذكسية رفض. لكن على فكرة الامن كمان بيطلب ختم الكنيسة، ودي مجاميع بتنظم لكنائس. الكاثوليك اصلا مش مانعين الزيارة. لا دي مجاميع بتنظم لكنائس مش الشرك. لا لا اتفضل. ما انا ارثوذكس. ارثوذكس طب ده سؤال مهم. طب طيب بس هي ارثوذكس وارثوذكس صميم وما عنديش اي مشكله، وقرارات قداسه البابا على دماغي، لكن الوضع نفسه. لكن انا طبعا، لكن انا الوضع بالنسبه لي ده حضرتك، هو الوضع بالنسبه لي دون انا شركه سياحه مرخص ليها هذا الوضع وهذا العمل، وهذه الشركه من حقها ان تشتغل في هذه الظروف وما فيهاش، وخصوصا ان انا على قناعه ان هذا وضع ما حتى لو مش على قناعه يعني انت مبرر. لا على قناعه، على قناعه. حتى لو مش على قناعه مبرر يعني مبرر. شركه سياحيه وما فيش مشكله. طيب لا ما بتحطش في دماغك. انت بتقول لي يعني ابو مازن يعني بيقول انه احنا ما نبصش زياره السجين مش معناها التطبيع مع السجان، ليس اكراما للسجان. طيب يعني انت كده موافق في السياق ان نلاقي غدا نجد وفودا شعبيه رياضيه مسافره، وفودا فنيه مسافره، وفودا سياسيه مسافره، ونجد طوابير امام السفاره الاسرائيليه للحصول على تاشيرات، وشايف انه ده مش خطر؟ على فكره لا يوجد انسان واحد ممكن ياخد من السفاره الاسرائيليه هنا او يتعامل معها، ده ممنوع بالقانون. حضرتك علشان تسافر وما انت بتاخد تاشيره. لا يا فندم احنا هو ده اللي احنا لازم نشرحه. احنا علشان ناخد تاشيره للدخول للاراضي المقدسه احنا لينا وكيل، لينا وكيل في فلسطين، ولازم يكون فلسطين. احنا بنبعت له البيانات برضو، هتاخد عمليه معقده. لا كل ده ماشي، لكن زي دبي اللي بيختم جواز السفر ولا في ختم على جواز السفر.
بتاخد الورقه دي بنرفض تماما بتاخد الورقه هذه الورقه وبيختم عليها ورقه وبيختم وانت داخل على الورقه يعني بتجي لك فيزا يعني في فيزا بس مش مسجله في الجواز مش مسجله ولا انما هي فيزا ولا في الدخول ولا في الخروج وبنرفض ما هي دي تاشيره كانت موجوده تأشيرة. كانت موجوده فيما سبق ورفضنا عشان ما يحصلكش مشاكل وده ذكاء اسرائيلي في المقام الاول اصلا يشجع يعني ذكاء اسرائيلي علشان لا ده كان بناء على طلب المصريين عموما ماشي ما طيب انا هسالك بس هسألك